مكان يا مكان يا سادة يا كرام، النهاردة هنحكي حدوتة جديدة من حواديت رمضان. مع أول يوم من أيام الشهر الكريم بتبدأ عادة من أهم عادات المصريين، وهي إنهم يزينوا سفرتهم على الفطار بأطباق الكنافة والقطايف اللذيذة. بتبدأ الحكاية مع أحد صانعي الحلويات واللي قام باختراع الكنافة مخصوص لسيدنا معاوية ابن أبي سفيان لما كان والي على بلاد الشام، وده عشان يأكلها كوجبة في السحور عشان تمنع عنه جوع الصيام، وكان بيطلق عليها كنافة معاوية. لكن الروايات التاريخية بتقول إن المصريين عرفوا الكنافة قبل بلاد الشام، وده كان في العصر الفاطمي وتحديداً عند دخول المعز لدين الله الفاطمي مصر في رمضان، فاستقبلوا المصريين بالهدايا والحلوى وكان من ضمنها الكنافة، وانتشرت بعد كده في بلاد الشام عن طريق التجار. كمان القطايف من ألذ وأكثر الحلويات المرتبطة بشهر رمضان، وفي أكثر من رواية تاريخية عن تاريخ ظهور القطايف وارتباطها بشهر رمضان، فبعض المراجع بتقول إنها من العصر الفاطمي والبعض بيقول إنها من العصر المملوكي، ومراجعة تانية بتنسبها للعصر العباسي أو الأموي، ويقال إن سبب تسمية القطايف بالاسم ده راجع لملمسها الناعم واللي بيشبه قماش القطيفة، ويقال إن أول واحد أكلها هو الخليفة الأموي سليمان ابن عبد الملك سنة 98 هجرياً. وعلى مر السنين اتطورت صناعة الكنافة والقطايف بشكل ملحوظ، وبقت تتعامل منها أنواع وأصناف كتير بالمكسرات والجبنة والكريمة والمانجا وغيرها من الأنواع اللذيذة واللي ارتبطت بعادات المصريين مع شهر رمضان بشكل كبير. دي كانت حدوتتنا عن حلويات رمضان، ولسه معانا حواديت كتير من حواديت رمضان.